مبارك يا سيد. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى رب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى رب نطلب. يا رب أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا كريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدامة المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل السائرين في البحر والبر والجو والمرضى والمضنين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا إليسون. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صالح الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي بشفاعة والدة الإله مخلص خلصنا للإعلان برحمتك في الغداة وبحقك في كل ليلة اسبرز في استسيوتك سوتر سونيماس لأن الرب إلهنا عدل وليس فيه ظلم بشفاعة والدة الإله مخلص خلصنا المجد للآب والابن والروح القدس
الآن كل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. اتكاتن رين تكيري ذي صومان كيري على إيسان أنت لفوساس ليسان كذي أفيلاكسون ما صوثيوس تسيخارتي كيري على إيسان بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αδομούν απ' τα εσπιρ Ραμπή ονιουχαλληλού λιλάχη μου χαλίσινα. Χαλίσνα, ιαπνα Αλλά, في قدسي لنرتل لك هللويا ندرك وجهه بالاعتراف ونهلل له بالمزامير لأن الله رب عظيم وملك كبير على كل الأرض خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسي لنرتل لك هللويا لأن بيديه أقاصي الأرض وله رؤوس الجبال لأن البحر له وهو الذي صنعه ويداه جبلة اليابسة سني ما سيخ وإن أجيس طاب مسوس سالون داسي هللويا المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين يا كلمه الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد لقد قبلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وقد الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا ليسو اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لأنك الإله الصالح والمحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان
قد سبقت فرات نفسك في الجبل برياضة النسك استفانس البر المغبوط فأبت كتائب الأعداء العقلين بالصليب السلاح الكامل ثم انباريت في ميدان الجهاد بشجاعة فقتلت الملك كبرونيموس بسيف الإيمان فك الله لك الله ولك إلى الأمرين يا أيها شاهد السعيدة حكمة فلنستقيم ذفتي بروسكيني صومن και προσπέσομεν Χριστόν σον σον ημάς استيفانوس البار المغبوط فأبدت كتائب الأعداء العقلين بالصليب السلاح الكامل ثم انباريت في ميدان الجهاد بشجاعة فقتلت الملك كومبرونيموس بسيف الإيمان فكللك الله على كلا الأمرين يا أيها الشهيد السعيد الذين شهيدك يا رب بجهادي نال منك إكليل عدم البلا يا إلهنا فإنه أحرز قواتك فحطم المرض وسحق بس الشياطين الضعيف الواهي فبتضرعتي أيها المسيح خلص نفوسنا شفعاء الأردن من في ولدوا أمته الأولى عاشوا حياة النسك الشريف لنمدحهم كمجاهدين ببا ماتوا مستشهدين ومجدوا الأرض في الأردن وهم أحباء الله فيلادلفيا بامتازوا
والأرثوذكسيون يفخرون بما أنك للمأسورين محرر ومعتق وللفقراء والمساكين عضيد وناصر وللمرضى طبيب وشاف وعن الملوك مكافح ومحارب أيها العظيم في الشهداء جورجيوس اللابس الظفر تشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. إلى ربي نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. إلى ربي نطلب يا رب ارحم. أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسبح السرافين بأصوات ثلاثية التقديس ويمجده الشرفين وتجمعه جميع القوات السماوية يا من أخرج كل الأشياء من العالم من الوجود وخلق الإنسان على صورته ومثاله وزينه بجميع مواهبه يا من يمنح للطالب حكمة وفهما ولا يهمل لدين اجتماعي من وضع ثوبا للخلاص وقد أخلنا نحن عبيده أذلة غير المستحقين السجود والتمجيد المتوجب له أنت أيها السيد تقبل من أفواهنا أيضا نحن الخطأ التسبيح المثلث التقديس افتقدنا لصلاحك واغفر لنا كل قبس نفوسنا وأسالنا إن نحن نعبدك بالبر كل أيام حياتنا بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع القديسين الذين أرجوكم منذ الدهر لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإياك المجيد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين Oh.
مجد للأب والابن والروح القدس. هو ابن الحبيب والأحد مع المسالة والتبارك الشريف وتبعه إلى دار الداهرين. ثابتة في حال دجر أرواحنا ونتنفس العبد في أحزان ونتبتع العبد في الشدائد والدائما تداركنا ترجو إليك قادرا في كل مكان وكما كنت مع رسلك دائما هكذا اتحد مع المشتاقين إليك أيها الرؤوف لكي إذ كنا متحدين بك نسبح ونمجد روحك الكلي قدسه. طلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها إلى سنين عديد يا Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. Εις πολλά طلع من السماء يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها إلى سنين عديدة يا Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θάνατος, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Save, save, save.
حتى إذا وطئنا كل الشهوات الجسدية نسير سيرة روحية. يا ربي خلص الحسن العباد قدس أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدا. ثيوفيلو توما كاريوتا تو ثيوتا تو تي باناجيوتا تو Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεοφίλος ολκολλή ο τούπα ολ'γαζίλ ολ'ιχτήραμ αλ'μουκάμου μην αλλάχη πατριάρχαν αλα μεδίνατη Κάντασα ουροσαλήμ وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقنا الجليل وصيون المقدسة أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدا. كريستوفروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا. والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدا. Χριστοφόρου του σεβασμιωτάτου και Θεό προβλήτου αρχιεπισκόπου της Αιωτάτης Αρχιεπισκόπης Κυριακοπόλεως και Πάσης Ιορδανίας ημών δε Πατρός ημών και Πεμινάρχου πολλά τα έτη. Άντρα.
أسطر من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. يا إخوة، إن جميع الذين ينقادون بروح الله هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً المخافة، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ أباً أيها الأب. والروح عينه يشهد لأرواحنا بأننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فنحن ورثة أيضاً لله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد معه، فإني أحسب أن آلام هذا الزمان لا تقاس بالمجد المزمع أن ياتلنا فينا، فإن انتظار الخليقة يتوقع امتلان وأبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا على إرادة، ولكن لأجل الذي أخضعها على رجاء أن الخليقة ستعتق هي أيضا من عبودية الفاسد إلى حرية مجد أولاد الله. سلام لك أيها القارئ ولكافة شاء. هللويا هللويا هللويا. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. يا رب المجد لك. في ذلك الزمان دنا الذين يجبون الدرهمين إلى بطرس وقالوا له: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. ولما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ما تظن يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الخراج أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال: من الأجانب. فقال له يسوع: فالبنون إذاً أحرار، ولكن لئلا نشككهم امضي إلى البحر والقي صنارتان، فأول سمكة تطلع ارفعها وافتح فاها فتجد إستارا فتأخذه وأدي عني وعنك. وفي تلك الساعة دنا إلى يسوع تلاميذه
وقالوا: من الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع صبيا وقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الصبيان فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الصبي فذاك هو الأعظم. في ملكوت السماوات. سلام لك أيها المجد لك يا رب المجد لك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. إلى ربنا اطلب يا رب ارحمني. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك ويدنو منك ويخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تدين، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمت لنا الخدمة الكهنوتية لآلهة المليحة غير المبرورة، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض. رب السرافيم وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرومي، يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ والطاهر وتطهر نفسي وقلبي من الرب الشرير، تجعلني كفاء بقوة روحك القدوس وأنا لابس نعمة الكهنوت لأن أتمثل لدى مائدتك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم، لأني إليك أتقدم حاليا عرضي وأطلب إليك، فلا تصرف وجهك عني ولا ترضني من بيت الملك، لكن أهلني لأن تقدم هذه القرابين على يدي، أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموسع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك القدس الصالح المحيي الآن وكل وآل وإلى دهر الداهرين. آمين. للثالث
Amen.
نفس الله. مالك ها
أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة والشمامسة الرهبان والراهبات وكل أخ لنا في المسيح أخانا المتروبوليت فنادكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمندريت فنادكتوس إيرونيموس أثناسيوس خريستوفوروس وسابا مع الإيكونوموس سمعان جراسيموس ذيوذوروس يوحنا إسائيا نكتاريوس أليكساندروس والشماس المتوحد سيلفستروس والشماس المستعد للصيام الكهنوتية ذيونيسيوس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم مع جميع الذين في الضيقات والأحزان والشدائد الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والأوبئة والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم مع جميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذا الدير المقدس وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين كهنوتكم وشموسيتكم ليذكر Της αρχιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ذيوذروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين رئيس الأساقفة سيلفستروس مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة والشمامسة الرهبان والراهبات
السالف رقادهم والذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة، مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم، مع عبيد الله الإرشمندريت أنثيموس وبانديلايمون والأم مكرينا، وجميع الذين على فكر كل واحد منكم، ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. كهنوتكم وشموسيتكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر قدس الشماس ديونيسيوس الابن المحبوب بالرب، اليوم يا ابني السماء بإلهنا الواحد المثلث الأقانيم ببركة أبينا صاحب الغبطة وبقرار من المجمع المقدس، الكنيسة بتدعوك للرتبة الكهنوتية. هاي الرتبة يا ابني هي رتبة مقدسة فيها تسلسل للرسولي، وهذا الشيء بحب انك دائما تتذكره، انك اليوم الكهنوت اللي رح تاخده من على يدي انا الخاطي هو تسلسل من هداك اليوم اللي هو يوم إلهنا وهو معلق على الصليب بالجلجلة، ومن جنبه الطاهر بطعنة الحرب اللي خرج منها دم وماء، ومن يوم العنصرة على جبل سهيون اللي كان التلاميذ مجتمعين وحل الروح القدس عليهم على هيئة ألسنة نارية، ابتدأت كنيستنا المقدسة على الأرض ورأسها المسيح وهي ممتدة إلى السماء، ممتدة للملكوت السماوي. هاي الكنيسة الأزلية الأبدية انت مدعو انك تخدمها من هاي اللحظة ككاهن في بطريركيتنا المقدسية ام الكنائس. التسلسل الرسولي من هداك الزمن ليومنا، مرورا بكوكبة من البطاركة ورؤساء الكهنة الابرار والقديسين، وصولا ليومنا. هاي نعمة الكهنوت المقدسة
بهذا السر العظيم اللي أنت اليوم رح تتسربله حتى تعيش عن سرتك الخاصة. يا ابني، هذا التسلسل، هاي البركة، هاي النعمة هي عظيمة، عشان هيك حافظ عليها بقلب نقي. انتبه من الأفكار، ما تخلي الأفكار تشوشك يا ابني. عدو روحنا الشيطان بحاول باستمرار يبذر أفكار في داخل قلبنا حتى نبقى مضطربين، متشوشين، قلقين، حتى نبقى في حدود العالم وما منقدر نحلق للسماء، حتى ما نعيش الحياة المدعوين إنه نعيشها، اللي هي حياة الملكوت، اللي هي حياة محبة، حياة تضحية، حياة بذل وعطاء، حياة موت من أجل المسيح لكي نحيا. يا ابني، هاي النعمة بداخل هاي التضحية بالحب الإلهي اللي على حسب القديس ماكسيموس بلهب الروح عشق إلهي. نحن منعشق المسيح، لازم نعشق المسيح، لازم نحبه حتى نقدر إن نموت من أجله من خلال الخدمة. عشان هيك حكى يسوع لتلاميذه: اذهبوا إلى أقاصي الأرض واكرزوا بملكوت السماوات، وها أنا معكم إلى منتهى الدهر. بعد ما حكى لهم: عمدوا على اسم الآب والابن والروح القدس. الكرازة والمعمودية. اذهبوا لكل الأمم واكرزوا قائلين: قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا المرضى، طهروا البرص، اقيموا الموتى، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. هاي كلها هي بالتسلسل الرسولي للكهنة يا ابني. نعم، قديش لازم نكون أنقياء حتى نقدر إنه كل هاي المواهب وصولا لإقامة الموتى إنه نعملها بنعمة الله. ابتعدنا كتير، ابتعدنا عن الكرازة، وهذا هو هدف الكنيسة، البشارة: اكرزوا، قد اقترب ملكوت السماوات. هذا الشيء يا ابني كتير مهم إنه نحن نعيشه، إنه ملكوت السماوات هو قريب، إنه ما نضيع في الزمن الحاضر، اللي الزمن الحاضر بنسينا إنه نحن هون ضيوف، وبعطينا الانطباع إنه نحن هون باقين، ومننسى إن نحن هون منفيين من الفردوس، ومنفكر حالنا إنه أزليين هون. وهذا الفخ. كلام الإنجيل واضح لإلنا: قد اقترب ملكوت السماوات. هذا هو جوهر كرازتنا، هي توبة باقتراب ملكوت السماوات، حتى دائما نكون بفضيلة اليقظة صاحين ومستيقظين، نحن ورعية، حتى نستقبل يوم مغادرتنا هاي الحياة ويوم الدينونة والمجيء الثاني قبلها. يا ابني، التوبة لازم أنت تعيشها بحياتك، في بيتك، في أسرتك، مع زوجتك عبير، ومع أولادك بناتك نور وماريا. هاي التوبة يا ابني اللي أنت بتعيشها في داخل سر الاعتراف المقدس بتوبتك الشخصية، هاي رح تترجم لحياة بالصلاة اللي تخلي دائما قلبك نقي طاهر، وفكرك مصنع للأفكار الصالحة
الصالحة ليولد حب، عشق للمسيح. وهذا الحب بتعبر من خلال حبك للقريب، لرعية المسيح اللي هو افتداها بدمه، ولحبك لكل إنسان قريب أو بعيد. ما تنتبه على الأخطاء اللي رح تشوفها من العالم، رح تشوف أمور كثيرة ورح تمشي طريق جلجلتك يا ابني. ما تفكر حياة الكاهن هي حياة سهلة، هي جلجلة، هي طريق نحو الجلجلة، ولكنها عذبة حلوة، لأنه المسيح معك ومن العذراء هي معك. القديسين والقديسات وشفيعك القديس ديونيسيوس هو معك. فعشان هيك تشجع، تقوى، أكون ماشي بحياتك الكهنوتية من هاي اللحظة وصاعد بسلام، بثقة، بإيمان، محبة، وقبل كل شيء تواضع يا ابني. التواضع هي الفضيلة اللي تبنى عليها كل الفضائل. بدون تواضع ما تستنى إنك تحصل على شيء. كل ما توضعت رح تشوف قلبك يمتلئ بالنعمة الإلهية. هاي النعمة رح تنور طريقك، وهيك رح تقدر تخدم كنيسة المسيح بالمحبة المبذولة، اللي دايما تبذل ذاتك من أجل رعية المسيح اللي افتداها بدمه. يا ابني، سر الكهنوت المقدس هو سر من أسرار كنيستنا المقدسة، اللي لازم نحن الكهنة والشمامسة والأساقفة نقدر إنه نعيشه من خلال ثقة بالمسيح. هاي الثقة بتخلينا إنه دائما ما نخاف من العالم والظروف الموجودة في العالم، يكون في قلبنا في سلام، وهذا السلام والفرح ما بقدر حد ينزعه من قلبنا، لأنه المسيح أعطانا إياه. انتبه حتى دائما يكون في قلبك سلام وفرح. هذا السلام والفرح رح تشوفه كل نفس مشتاقة للمسيح. كثير مرات القشرة اللي بتكون موجودة عنا بتخلي أبنائنا يبعدوا عنا وعن الكنيسة وعن المسيح. حضنك الأبوي دائما لازم يكون مفتوح حتى يحتضن ضعفات القريب. مش محبة القريب ولكن ضعفات القريب، هون بتبين إذا أنت ابن حقيقي للمسيح. محبتك للمسيح بتبين مش للي بحبوك، ولكن بتبين للي راح يضطهدوك وراح يسيئوا الظن فيك وراح يشتموك وراح وراح وراح. عشان هيك في الكنيسة دائما كون بسلام وفرح، لأنه المسيح هو معك. هاي هي نعمة الكهنوت اللي نحن لازم نحافظ عليها ككنز في قلبنا. هاي رح تعطيك الحكمة والصبر حتى إنك تجتاز من خلال حياتك الروحية كل مصاعب الحياة يا ابني. رح تجتازها كلها، ما تخاف، ما في أي شيء هو عائق أمام نعمة الكهنوت. فعل هاي النعمة بحياتك الشخصية وبحياتك الرعائية وبحياتك الليتورجية، يعني وإنت في بيتك مع نفسك ومع أقاربك، وإنت مع الرعية، وإنت في داخل أسرار وحياة الكنيسة الليتورجية. دائما ارهب أمام من أنت ماثل. أنت ماثل أمام ملك الملوك،
ما تنسى هذه المثول أبداً في حياتك، ما تخلي أمور الدنيا تبعدك عن القداس الإلهي. دائماً قد ما بتقدر قدس. القداس الإلهي هو غذاء الكاهن. بدون القداس الإلهي يا ريت تقدر كل يوم تقدس قدس. القداس الإلهي فيه بتقدر إنك تشوف حضن المسيح اللي دائماً رح يغمرك ورح يعطيك قوة، تعزية، ثقة. هذا الحضن ما بتقدر تختبره ككاهن إلا في داخل لترجية الكنيسة، وبالأخص بأسرار الكنيسة، وبالأخص بسر الشكر الإلهي. لأنك غاد رح تشوف محبة يسوع لإلك ولرعية المسيح، وإنت تحكي، لا بل هو يحكي على فبك: خذوا كلوا واشربوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. المسيح رح يستخدم لسانك اللي رح يروح، اللي رح ينطق بمحبته للعالم من خلال الصلب والموت على الصليب والقيامة. هذا الشيء عظيم يا ابني. هناك رح تشوف هاي المحبة اللي ما بقدر لسان إنه يعبر عنها ولا يوصفها، لأنه المسيح هو المحبة. نحن ما منتكلم عن محبة أو سلام أو فرح نظري ولا فلسفي موجود في كتب، لا، نحن فرحنا هو المسيح، سلامنا هو المسيح، حياتنا هو المسيح. فبالنسبة إلنا الحياة والفرح والسلام والقيامة هي متجسدة بالمسيح اللي هو فينا ساكن، واللي فيك رح يكون ككاهن حتى تقدر إنك تكون نور في العالم، حتى تعطي وين ما تكون المسيح وسلامه وفرحه، مش اضطرابه، مش اضطراب العالم ولا قلق العالم. انتبه يا ابني، لما تكون تعبان ومكهل من أمور اجلس في بيتك وصلي حتى تستمد قوة. روح للدير وعيش حياة روحية، اشحن بطارياتك، ولكن لما تطلع للعالم اطلع بسلام المسيح، بمحبة المسيح، بفرح المسيح، حتى الكل من خلالك يشوف المسيح. ما تهتم لضعفاتك، النعمة الإلهية رح تكملها. وهاي هي معيار اختياري للكهنة أنا كأسقف، اللي هي النعمة الإلهية رح تكمل الشيء الناقص عندكم، هي رح تكمله يا ابني. انت اهتم في اللي عليك والباقي الله رح يكمله. ونحن بالحقيقة شو منفعل؟ ما منفعل شيء، نحن خطوة بسيطة منخطيها، هاي اللي بيستناها منا يسوعنا الحلو. بده قلبنا، بده نعطيه نقاء، بده نعطيه سلام، وقتها هو بعطينا كل شيء وبيكمل كل شيء فينا. عشان هيك يا ابني سر الكهنوت عطية عظيمة ودعوة كبيرة، وعشان هيك ما تفكر إنك أنت هيك إجيت بالصدفة لهون، أو تنغر أو تفكر إنه أنا جبتك كأسقف. لا يا ابني، نحن ولا شيء في الكنيسة، نحن تراب غبار، المسيح هو في الكنيسة، ولكن محبته بتخلينا نحن نبين. وكتير مرات نحن بجهلنا وغباوتنا منفكر إنه نحن شيء، لأنه محبة المسيح بتبرزنا، ومننسى إنه نحن تراب ولا شيء. الرسول بولس حكى نحن نفاية، يعني زبالة،
مين؟ الرسول بولس. شو نحكي نحنا؟ شو نحكي نحنا؟ ولكن محبة المسيح بتقدمنا، ولكن ما ننغر ونفكر إنه نحنا شيء. اعرف دائما إنه نحنا ولا شيء، المسيح هو كل شيء. خليه هو ساكن فيك حتى تعطي المسيح وسلام ونعمة المسيح. هاي هي الدعوة اللي انت اليوم مدعو إلها، وهذا هو الاختيار. هو اختارك حتى تخدم كنيسته، واختار خريتك حتى تكون هي خرية. حياتك ما هي هيك في الصدفة، ولا هيك انت اخترت عبير انك تكون شريكة إلك، ولكن لا، التدبير كان مختارها حتى تكون هي خورية، لأنه مكانة الخورية في الكنيسة مهمة. وهون دور الخوريات مع الكهنة اللي بيساعدوا الكاهن بداخل بيته حتى يكون دائما في سلام. البيت الكاهن مهم بسلام يكون من الداخل، ويكون في داخله محبة، علاقة حقيقية. لأنه إذا ما كان الكاهن قادر إنه يدير شؤون بيته، كيف بده يدير شؤون رعية المسيح؟ هاي مسؤولية كبيرة، وهذا اختيار، وهاي هي الدعوة يا ابني. كل هذا ببرزه أمامك وأمام إخوتك الكهنة وأمام الشاشات لكل الكهنة أبنائنا، إنه نراجع أنفسنا، نشوف نحن كيف ماشيين، ونقدر إنه نكون متحدين بالكنيسة برئاستنا الروحية، مع بعضنا البعض، مع رعيتنا بداخل بطريركيتنا، بداخل كنيستنا، حتى نقدر الله يتمجد بأرثوذكسيتنا، باستقامة الرأي أرثوذكسيا وباستقامة حياتنا. هاي هي الأرثوذكسية. الأرثوذكسية هي استقامة الحياة واستقامة الإيمان والعقيدة. ما منقدر نفصل واحد عن الثاني ولا منتوه. عشان هيك يا ابني، نعمة المسيح اليوم بتدعيك حتى تخدم هاي الكنيسة. وحبيت أحكي لك كل هاي الأمور كجزء عن محبتي لإلك كأب روحي، حتى دائما أذكرك ودائما تتذكر إنك تكون بخوف، بمخافة الله، تخدم بداخل الهيكل بدون حوارات بداخل الهيكل، بدون دواوين ومناقشات بداخل الهيكل، بدون صراخ، وكأنه أصبح الهيكل مكان إنه نتحدث فيه للحديث. لا يا ابني، الهيكل هو قدس الأقداس في ملك الملوك. لازم تعرف وين أنت واقف، وما تنسى ولا ينسى أي واحد فينا وين نحن. أنت يا ابني ببركة أبينا صاحب الغبطة رح تخدم هاي الرعية، رعية إربد، مع أبونا الحبيب الوكيل البطرياركي في الشمال، أبونا قدس الإرشا مدريد، أبونا فينيريكتوس. كتير مهم رعيتنا هون في هاي المنطقة، بمنطقة إربد، الحصن، الصريح وشطنة. هاي الرعية لازم نهتم فيها يا ابني. وعشان هيك نحن الكنيسة والرئاسة الروحية رح نكثر الكادر الإكليريكي، ورح نفرغه حتى يقدر إنه يقوم بمهامه الرعائية لرعاية أبنائنا في هاي المنطقة المهمة من وطننا الغالي الحبيب الأردن. أنت مدعو إنك تخدم بهاي الرعية وبهاي الكنيسة اللي خدم فيها أباء كهنة وأساقفة أجلاء، وآخرهم كان أبونا الحبيب عبد الله مرجي، اللي نعمة ربنا تعطي الصحة والقوة حتى من بيته يمدنا بصلاته. وهذا النهج اللي أخذناه، إنه نريح الأباء الكهنة المتقدمين في السن واللي جسدهم أرهق من بعض أمراض. هاي هي محبة الرئاسة الروحية لإلهم، حتى يكونوا في بيوتهم ويمدونا بصلاتهم.
يتفرغوا للصلاة، يستعدوا للملكوت السماوي. لازم الكنيسة تهيئ من خلال الكهنة قديسين. كيف مننا نتهيئ حتى نكون قديسين إذا ما تفرغنا، إذا ما قعدنا مع ذاتنا، إذا ما مسكنا ومسكنا، وإذا ما مسكنا مسبحتنا وحكينا يا ربي يسوع المسيح ارحمني وارحم مطراني وارحم كهنتنا وارحم البطرك وارحم المجمع وارحم رعيتي، هيك منتقدس. هاي القداسة وهاي رسالة الرئاسة الروحية للأباء الكهنة المتقدمين في السن. مش يا ابني زي ما اتهمونا البعض أو العالم وشوش فكرنا الروحي، لا يا ابني، هاد شيء مهم وانت رح تمارسه من هلأ في الكنيسة، وعشان هيك رح تكون جندي في الكنيسة، جندي مدعو للخدمة. وين ما بتحطك الكنيسة؟ هاي السياسة وهذا الفكر انه كل واحد كان امبراطور في مكانه، هذا الاشي مش موجود في الكنيسة. الكهنة هم خدام في الكنيسة، بتنقلوا وبيذهبوا وين ما بتشيء النعمة والمشيئة الإلهية. مش هيك الكتاب المقدس علمنا في العهد القديم وبالعهد الجديد؟ وين ما بندعو للخدمة رح نذهب. عشان هيك يا ابني هذا يكون في حياتك موجود، اخدم هاي الرعية بكل محبة، بكل تفاني، وبحياة اللي انت تعطيها وتقدم فيها المسيح. يا ابني صلاة أبينا وبطرياركنا كيريوس، كيريوس ثيوفيلوس الثالث، أباء المجمع وأخوية القبر المقدس، وإخوتك الكهنة الملتفين حواليك واللي ما تمكنوا من الوجود والمشاركة معنا في القداس الإلهي، صلاتكم صلاتهم هي معك في هاي اللحظات حتى تقدر بكل روحانية تعيش عن صرتك الخاصة. تعال يا ابني ادخل لفرح ربك. أمر أيها السيد القديس المتقدم إليه. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. أيها الشهداء القديسون الذين جدتم حسنا وتكللتم، إلها وإنسانا معا.
فإياه نعظم مطوبنا بات إسحاق خورف إبارثنوس إسكينن غاستري ανθρώπων ανατολή όνομα αυτού όν μεγαλύνοντες την Παρθένο μακαρίζομαι. النعمة الإلهية التي في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل هي تنتدب الشماس ديونيسيوس الكلي الورع إلى درجة الكهنوت فلنطلبن من أجلهم لكي تحل عليه نعمة الروح الكلي قدسه. إلى الرب نطلب. أيها الإله الذي لا بدء له ولا انتهاء، السابق في الوجود على كل المخلوقات، يا من يكرم بلقب كاهن من أهلوا في هذه الدرجة لأن يخدموا كلمة حقك، أنت يا سيد الكل الذي سر بأن أضع يدي على عبدك هذا ديونيسيوس، ارتضي بأن يتقبل بسيرة لا عيب فيها وإيمان كامل نعمة روحك الكلي قدسه، واجعله لك عبدا كاملا مرضيا لك في كل شيء، سالكا سلوكا يليق بالكرامة الكهنوتية العظيمة الممنوحة له من قدرة معرفتك السابقة، لأن لك العزة والملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوس من أجل سلام العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى ربنا ورئيس كهنتنا ولأجل خلاص نطلب من أجل من كل ضيق المجيدة كل حياتنا المسيح الإله. أيها الإله العظيمة قدرته وفوق العقل إدراكه العجيب في مقاصده تجاه بني البشر، أنت يا رب يا من سررت بأن يدخل عبدك هذا في درجة الكهنوت، املأه من موهبة روحك القدوس لكي يسير أهلا لأن يمثل بلا عيب أمام مذبحك ويكرز ببشارة ملكوتك ويخدم كلمة حقك ويقدم لك قرابين وذبائح روحية ويجدد شعبك بحميم الميلاد الثاني حتى يلاقي هو أيضا ابنك الوحيد إلهنا العظيم مع
مخلصنا يسوع المسيح في مجيئه الثاني، فتنعم عليه بوفرة خيريتك بأجر من تدبر شؤي درجته تدبيراً حسناً، لأن اسمك الكلي الإكرام والعظيم البهاء مبارك وممجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين، أمين. Axios! 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 النازل على طرف ثوبه كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. مستحق 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 الذي يمنطقني بالقوة وقد جعل طريقي لا عيب فيها كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أكسيوس 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 يلبسون البر وأبرارك يبتهجون ابتهاجا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. مستحق 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 أكسيوس أكسيوس تغيير يمين العلي أي إله عظيم مثل إلهنا أنت هو
طلباتنا للرب. إيري علي من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب. إيري علي من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من الذين يدعونهم من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب خلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك. من اجل كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئه الرب نسال. لك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا الرب نسال. خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل. رسولك الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. استجيب يا رب أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. رسولك أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلام سامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجيب يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب برأفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقرين. يسوع المسيح
ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء بملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد الناطق بالأنبياء وبالكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة بمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي آمين. لنقف حسناً لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحي لنرفع قلوبنا فيا لنا أن الرب لحق وواجب حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهرا كان أم خفيا ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين وبتسبيح الظفر مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب السماوات قدوس رب السماوات باسم الرب ملانا تني البشر ونقول أنت وكلية القداسة أنت القدوس قدوس أنت وكلية القداسة يا من أحب عالم وصانا الوحيد ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم
أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كل هذا، هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك آمين. اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. والصعود من السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر، وإليك نطلب يا إلهنا. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. إن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. بارك يا سيد الخبز المقدس، واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. بارك يا سيد هذه الكأس المقدسة، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. باركهما كليهما يا سيد، محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس. إياك نسبح، ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل إياك نبارك، إياك نشكر يا السلام وإليك نطلب. يا خذ هذه الوديعة، خذ هذه الوديعة واحفظها إلى مجيء ربنا يسوع المسيح. حين أنت مزمع أن تسأل عنها. وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. والق
القديس المسيح أبينا مميت وجميع نفتقدنا يا الله. واذكر جميع الذين رتبوا على الله مقدس الرسول من أجل العائشين المؤمنين المحبين المسيح اذكر يا رب اولا ابانا وبطريركنا ثيوفيلوس هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الايام مفصلا كلمة حقيقة باستقامته وهلنا جميعا كافة المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقيقة باستقامته وهلنا جميعا كافة جميعهم وجميعهن وأعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدائرين ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا بعد ذكرنا جميعا بسم الله يرسل لنا وضع النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب نجي نجاتنا كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب عبد وخلص وحفظ يا الله أن يكون نارنا كله كاملا مقدسا سلاميا بلا خطية من الرب نسال ملاك سلام مرشدنا مينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسال غفران خطايانا وصفاء ذنوبنا من الرب نسال صالحات وموافقات لنفوسنا والسلام العالم من الرب نسال أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي
وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسى. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. سيكيري وهلنا أيها السيد أن نتسر بدالة على أن ندعو كابا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نحن نعمل لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. طلع من السماء انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو، واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا. بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه صالح وصانع الحياة أنا كل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور، أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. أرفعك يا ربي وإلهي. المقدسات للقديسين أنا قدوس واحد رب واحد يسوع المولود من الآب قبل الدهور
حالا المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع هاتف يا من رفع شأننا قدوس أنت يا لقد خرج قضيب من أصل أسى ومنه قد نبت زهرة من جبل مضلل مدغل أيها الإله المنزه عن الهيولى فأتيت متجسدا من البتول التي لم تعرف رجولا فالمجد لقدرتك يا رب أيها المحب البشر بما أنك إله السلام وأبو المراحم فقد أرسلت لنا رسول رأيك العظيم مانحا إيانا سلاما ولذا إذ قد اهتدينا بنور المعرفة الإلهية فنحن ندلي من الليل ممجدين لك إن الحوت البحر قد قذف من أحشائه يونان كما تقبله سالما نظير الجنين وأما الكلمة فلما حل في البتول واتخذ منها جسدا ولد حافظا إياها بدون فساد ولم تلحقه استحالة وحفظ والداته بدون مضرة إن الفتية إذ قد نشأوا معا على حسن العبادة مزدارين بأمر الملحد لم يجزعوا من وعيد النار لكنهم كانوا يرتلون وهم قائمون في وسط الله بمبارك أنت يا إله أبائنا عظم يا نفسي من هي أكرم قدرا وارفع مجدا من الأجناد العلوية إنني أشاهد سرا عجيبا مستغربا المغارة سماء والبتول عرشا شيروبيميا والمذود محلا شريفا الذي اتكأ فيه المسيح الإله غير الموسوع في مكان فلنسبح معظمين عظمي يا نفسي
الإله الذي ولد بالجسد من البتول. المجوس لما شاهدوا كوكبا جديدا وغريبا ظاهرا بغتة سائرا سيرا مدهشا يفوق كواكب السماء ضياء استدلوا منه على المسيح الملك مولودا على الأرض في بيت لحم من أجل خلاصنا. عظمي يا نفسي الملك المولود في مغارة. إن المجوس قالوا أين الصبي الملك المولود جديدا الذي ظهر نجمه فإننا إنما أتينا لنسجد له. فهيرودس المحارب لله اضطرى واخذ يزأر بحماقة لقتل المسيح. عظمي يا نفسي الإله المسجود له من المجوس. إن هيرودس تحقق من المجوس عن زمان الكوكب الذي بإرشاده اهتدوا إلى بيت لحم ليسجدوا بالهدايا للمسيح الذي أرشدهم. فرجعوا إلى بلادهم مهملين هيرودس قاتل الأطفال الردي ساخرين رحمته هللويا
احمدوا رب الأرباب هللويا لأن إلى الأبد رحمته هللويا. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا نور الحقيقي بصوفي توفيوس بتسرى الوشك بباس ايدي ضوء سيافته. ارتفع اللهم الى السماوات ومجدك على كل الارض. ارتفع اللهم الى السماوات ومجدك على كل الارض. لانه خلاص كل حين لا كل وان وإلى بعد آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك في أسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لهجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إننا نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائتة. فاجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعا في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك. لأنك أنت هو تقديسنا، لأنك أنت تقديسنا ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الدهرين. لنخرج بسلام πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Αυτός υπάρχουν Χριστέ ο Θεός, πάσα πληρώσει, πατρική και οικονομία, χαρά και φροσία στα σκαρδία σου. Βαχφαλα μιλα κινήσατε, وقدس الذين يحبون بهاء بيتك. أنت شرفهم عوض ذلك بقدرتك الإلهية. ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. وهب السلام لعلائمك ولكنائسك. وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدك يا أبا الأنوار. فلك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين لآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا، المجد لك.
أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من أنت عجيب في قديسيك، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم 72، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر، والقديس العظيم في الشهداء جيورجيوس اللابس الظفر شفيع هذا الدير المقدس، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهلالي، والقديس ديونيسيوس الأروباجي، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية الذي أقمنا خدمة قداس الإلهي، وتذكار أبينا البار ستيفانوس وإليان العماني الذي نقيم تذكارهم اليوم، وجميع قديسين ارحمنا وقدسنا بما أنك الإله الصالح. صلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبونا وأبنائي عديدة مباركة وبالقداسة. كل سنة وانتم سالمين، ألف مبروك أبونا لوالديك، لزوجتك، للخورية، لأولادك، ولكل أحبائك، ولأبناء هاي الرعية، ولكل أبناء الوطن مع الكهنة والبطريركية.